الله يعزك وربي يوفق الجميع. والتشجيعات اللي قدموها لي، نتمنى كل التوفيق لقطاع الثقافة وكل التوفيق للعمال موظفين الإطارات والفاعلين في مجال الثقافة. هذه فرصة لي باش نترحم على أرواح ضحايا الحادثة الأليمة اللي جرات يوم الخميس 22 أوت. ربي يرحمهم ويوسع عليهم ويصبر أهلهم إن شاء الله. كل التوفيق، ونتمنى كل الاستقرار واستمرار مؤسسات الدولة والاستقرار للبلاد ومستقبل زاهر إن شاء الله للجزائر. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. L'Algérie au cœur, je l'ai toujours dit, je le dirai toujours. L'Algérie au cœur.